فيهم المواضيع ديالنا اللي بغينا نقولهم ديال الفيسبوك، اش تقال في الفيسبوك، غنمشيو الاولى هاد الاولى هادي باش نكبر ليكم باش تبان لكم مزيان، باش تبان لكم مزيان. هانتو هادي الصفحه ديال صوت انصار رجاء، تحيه للمجموعه ديال صوت انصار رجاء. واش كيقولوا في هاد المقال؟ تيوك اليكم اخر ما كاين. قال لك سيدي الفيديو ديال البيضي مفبرك، هذه هي التخريجه اللي لقاو لحد الساعه. الاوديو ديال السلامي غير مفبرك، هذاك صحيح شدوه سوقلو وميتولي غير مفبرك، ولكن البيضي حيت عضو في الجامعه راه مفبرك. قال لي كيبان ليا ان كره القدم المغربيه هي اللي مفبركه هذه الساعه، وعنده الحق، عنده الحق في هذا الكلام. اصاحبي راه حشوم، واش واحد هكا خرج تخرجت الهضره مقاده مصوبه وجيتي انت استدعيتيه؟ راه هذا هو المسرحيه، هذا هو الضحك. انت استدعيتيه كلجنه امام الجامعه، بمعنى هذاك استدعيتيه حتى حققتي، ما يمكنش غدوز عليك الا كان فيديو مفبرك. راك غتكون بعدا قبل ما تستدعيه، غتكون بعدا شديتي الفيديو درتي ليه اون اناليز، والا هذيك اللجنه التاديبيه او لجنه الاخلاقيات ما هي اهميتها؟ علاش كتخلص من ميزانيه الدوله؟ شنو خدمتها؟ خدمتها هي انه قبل ما تستدعي شي واحد كيخصها دير تحقيق بحث في مواد الادانه، واش هذا السيد ندينوه او لا نعفيوه. وبالتالي من عيط، لان مجرد انت كتستدعيه امام اللجنه راه سيمانويه ديال بوم، وكاع الناس يقولوا اللي صافي حصل فيها البيضي، وهذه البيضي مخلوط، راك ديجا خصتي ليه السمعه ديالتو. هذا الشيء الا كنتي باغي تقول لينا مفبركه باش تحميه وتحمي ليه السمعه ديالو، راك خصتيها ليه ديجا من استدعيتي. دونك خصك تبحث فيها. اذا مجرد انك انت بقيتي هذا الوقت كامل وعاد دابا خرجتي حقه عيطتي ليه وفي الاخر قلتي راه مفبرك، وهو جا كيدافع على راسو على اساس هو مفبرك، فهذه كتبين سوء النيه ديالك، كتبين بانه الكره فسدات. الله يعطيها في الشق، الله يعطيها في الشق، الله يعطيها في الشق، الكره فسدات في هذا البلاد. خمجوها هاد الناس هادو الكيسيين، خمجوها. غادي نفوت هادي باش نمشي للمنشور اللي من وراه. المنشور الثاني اذا المنشور الثاني هو هذا المنشور، هو جد مهم. هو ديال شاد المنشور هاد السيد هذا تي اموراجا كلوب ديال الموندو 1949. السيد كنحترمو بالمناسبه، ربما غتكون هاد الفرصه هذه باش نتعرفوا على بزاف ديال الاخوان ويعرفوهم بزاف ديال الاخوان هما معروفين، ولكن نزيدو نعرفوهم اكثر. هاد السيد هذا عنده واحد الطريقه نقيه باش كيتعامل مع العمل، عامل الصحفي. حنا كنا ماشي صحفيين ولكن كنتعاطاو العمل الصحفي، فكيخدم بواحد الطريقه نقيه، كيجيب اخبار صحيحه، ما عندوش مع الاشاعات، وعنده تحليل في المستوى، وغالبا كيتناول شي مواضيع كتكون جديه. كيقول في هذا الكلام هذا شنو كيجيب؟ كيجيب هو واحد المنشور جابو من الصفحه ديال سبورت تايم، سبورت تايم ديال الحجاوجي معروف. دونك هذا الخبر شنو فيه؟ فيه واحد التصريح ديال واحد الصحفي، اشنو كيقول؟ كيدوي على الوضعيه الراهنه ديال الرجاء البيضاوي دابا. راك شفتو اخدز معنا المهدي، راه تيقول لك بانه راه كاين مسائل جديه انه كاين غيكون التغيير في الرجاء. اش كيقول هذا السيد يوسف الساكت اللي هو صحفي مغربي نزيه؟ قال لك من يعتقد ان الرجاء حيث قصير فهو واهم، الاشاره اعطيت للتغيير والتنفيذ، مساله ايام فقط. فنصيحة لهؤلاء المعروفين بالأسماء والصفات، ابتعدوا وخليوا الناس تخدم. راك يا عرفتوا علاش كان كيهضر؟ راه معروفين اللي كيديروا الكالة دابا، راه معروفين، راه كيدوي عليهم. كيقول لك كيزيد لك يعني دائما نقلا عن صحيفة سبورت تايم، تيوك الصحفي قال أشنو قال؟ هاد الشيء اللي واقع اليوم من فوضى وعبث وخلط للأوراق وتكوليس في الرجاء هو صحي جدا باش يوقع الفوز الحقيقي قبل ايام من جمعها. يعني الا بغينا ندرجوا نقولوا هاد الصحفي تيقول لك هاد الروينه اللي كاينه في المانجا، وكتسمعوا المواقع وكتسمعوا الصفحات في واتساب، جروبات في واتساب كيهضروا، شي كيعيان من هنا شي كينتقد. قال لك مزيان هاد الشيء صحي، مزيان يكون في المانجا هاد الروينه وهاد العصا اللي هاد الناس بغيو يديروها في الرويضه. قال لك علاش مزيان؟ باش هاد السيد ملي يبدا
كمشروع جديد في الرجل يغربل، حيت هادو كيفتحوا راسهم راه ما كيعيقوش براسهم، راه كيفتحوا راسهم بانهم خارج السياق وخارج منظومه الاصلاح والتغيير، وبالتالي غادي يكونوا على هامش منظومه التغيير، يكونوا على يقين وقتهم جايه. اذا خليهم يبقاو يبلبلوا مزيان. هذا كلام سي يوسف الساك، تحيه ليه وتحيه للصحيفه اللي جات لنا هذا الخبر هذا، فتحيه لهم. غادي ندوز لسميتو المنشور اللي من وراه. هذا هو المنشور اللي من وراه، هذا المنشور جد جد مهم الاخوان. علاش؟ غادي نبين لكم جروب بلان باش تشوفوا شنو فيه. هذا اش فيه؟ هذا مقال اللي كان في الصفحه الاولى ديال جريده المشعل، ياك كان عدد خاص على رجال الاعمال في المغرب، كبار رجال الاعمال، لان كتشوف هنايا راه ما كاين لك غير هما، كيبان ليا يعني هذاك بن جليون اللي هو ديال لا بي ام سي او، تيبان ليا حداه ديال البنك الشعبي اللي هو كان وزير الماليه اون ميم طون سميتو، تيبان ليا يعني الاخر ديال التجاري وفا بنك، تيبان ليا ديال اتصالات المغرب، تيبان ليا يعني غير الفطاحي، تيبان ليا فاسي الفهري، تيبان ليا بن هيمه، تيبان ليا محزون ديال اتصالات المغرب، تيبان كبيرهم. ولا في وسط هاد الناس هادو واحد السيده ندوري الرحمن سميتو، هذا هو مول الزبل، شي هذا اللي كيسميوه مول الزبل، هادوك اللي دوا عليهم السي الصحفي اللي دوين عليه دابا، كاين اللي كرا جايه وقتهم راه كيتفرزوا، مسمين السيد وخارج في حملات صحفيه راه مول الزبل، وراه الزبل ولا ما في يديهش، ولا ماشي من مستوى الناجح. هذاك مول الزبل شوفوا معاه من جالس مع اشهر، شوفوا العنوان تحت، اشهر صناع الثروه في المغرب، يعني ملي كنقولوا اشهر صناع الثروه هما الناس اللي كيحققوا لو بلو كرون شيفر دافير في المغرب من ناحيه في الشركات، لو كرون شيفر دافير. هانتوما كتشوفوهم، ها هو بالتصويره ديالته، ها الشركه ديالته تحت، شوفوا الشعارات ديال هاد الشركات اللي هما حققوا اكبر 20، هاي طوب 20 احسن مقاولة خلقت الثروة في المغرب. شوفوا العنوان، بذكاء كبير يقودون اقوى المؤسسات الاقتصادية بالمملكة، بين 20، هاي اوزون، هاي تحت، شفتوا واحد القبض الفلاحي. اذا الناس باش ما تبقاش تهضر بزاف، هاد السيد راه مستواه عالي، ما نقولش اعلى ولكن عالي، ويستحق، وان الله ربما من الفرق التي انعم عليها الله، يعني لما فكر هذا الرجل في التقدم او ترشح كرئيس المرجع، فان شاء الله نتوسم فيه خيرا ليكون هناك غد افضل لهذا الفريق العريق الذي يستحق مكانه احسن من التي يحتلها حاليا. هنا غنمشي للمنشور اللي من وراه. المنشور هذا المنشور مزيان غير باش الاخوان عاوتاني، انا قبل ما نهضر هذا المنشور، فالاخوان ديال الوداد ولا ما يقولوش انت مقابل غير الوداد ولا لا، انا تندوي دابا ما كندويش على الوداد، انا ما جبتش الوداد، ما جبتش عصبه الابطال، ما جبت حتى شي حاجه، انا تندوي على هذه الصفحه هذه اللي معروفه صفحه وداديه، كيفاش كتهضر على الرئيس، لان انا الموضوع ديالي انا هو فرقتي، ولكن شوفوا الناس باش الناس عاود تعرف بانه راه حنا ما كنجبدوا حتى شي واحد، الناس هما كيجبدونا، وانه راه ما كاينش غير الناس اللي في الداخل اللي كيديروا العصا في الضويضه، راه كاين الناس كذلك من الخارج. ملي كنقولوا حنا محاربين داخليا وخارجيا، راه علاش راه كاين شي حوايج دابا هاد الناس هادو باش نبداهم هما في واحد بغيت اصلا ماشي نقرا عليكم المنشور تيوك. غادي نفتح واحد القوس ونسدو بالزربه، هادشي غايزدو بالزربه. سمعت واحد مول شكاره باغي يشد الجيران وقال لهم نحط شيك فيه 2 مليار قبل ما ندخل، علاش زعما بغيتي تدخل على هادوك ياك، علاش ما تحطش ديك 100 مليار على الكوكب المراكشي، خلص ليها الكريديات اللي عندها ونقيها من الطفيليات اللي كياكلوا فيها، وتنتا وهانتا ناضي، شوف غير اي تمنى كيفاش طلع المحمديه من الهوات، منها تسمية، منها ما خلاناش نتحرموا من فريق عريق كحال محمدية، مع العلم أن الإمكانيات اللي كان كيتوفر عليها اللي كتوفر عليها مدينة مراكش من ملعب كبير إلى مرافق ما كتوفرش عليها مدينة المحمدية. ما نضرقوش الشمس بالغربال، بغيتي بروجي سبورتيف
وبغيتي دير سميه اللهم في الكوكب، بغيتي شي حاجه اخرى الله يسهل عليك. دونك غير باش الاخوان اللي كيسمعوا شي رجاوي تيقول بانه الناس مقنوصين، الناس عندهم يعني ضرهم في راسهم هذه القضيه ديال رئيس متشكره، بعد اول حاجه غادي يعرفوا بانه الناس ما بغيناش، ما بغيش لنا رئيس متشكر. هذه الاولى. ثاني حاجه، الناس كانوا كيساهموا في السرحه ديال متشكره ما يصلحش الرجا، الرجا في معسكر العلم ولا ما خصهاش مع الدم ديال متشكره وكذا، ولا بودريقه خرج عليها ولا كذا ولا كذا، هادشي كله كلام كان كيتروج. فالحمد لله انه كيتاكد بان الناس ما بغاوش لنا متشكره، وبغاونا نبقاو نعيشوا في الفقر ونعيشوا في المديونيه وفي الازمات من ازمه الى ازمه، لانهم يتنفسون بازماتنا. هذه الحقيقه. دونك غادي ندوز نفوت هادي، نتمنى الله يهدي المخلق، الله يهدي المخلق، وهاد الناس هادو يقابلوا فرقتهم ويخليونا عليهم طرونكيل. حنا بغينا غير الثقه، ما بقاو نجبدوا حتى واحد، ما هضروا حتى واحد، غير فرقنا تقال لعيب عليا الا بقيت جبدت شي واحد. الوغ غادي نمشي للمنشور الموالي. ها هو هاد المنشور هذا ديال السي خالد الراجل فراجة خالد، هذا ما كاينش اللي ما كيعرفوش فضاجويين. السي خالد تحياتي ليه، مدون من المستوى العالي تبارك الله، عنده ما يقول يعني، يعني التدوينات ديالو كلها انا من الناس اللي معجب به وكنبغي نقرا التدوينات ديالو. فاش كيقول لنا السي خالد، تيقول لك اودي بعد الاستماع من حين لاخر لبعض التسريبات الصوتيه من مجموعه المنخرطين بالواتساب، استنتجت ان سومه انخراط بالرجاء يجب رفعها من 20,000 درهم الى 500,000 درهم للمنخرط. كيقولك حاط 2 مليون ديال الفرنك وكيتحكم في مصير فريق يسير ب 10 الملايير سنتيم، ماشي الهضره ديال العقل كيديرها، وهذا واقع. حاط 2 مليار 2 مليون سنتيم وكيقول لك حنا نختار الرئيس ماشي الجمهور. حاط 2 مليون سنتيم وكيقول هذا البدراوي بغى يدخل لكازا ياك من باب الشرفه، باب الشرفه يا سلام. حاط 2 مليون ياك ديال السنتيم وطامع في الدعوات والتبزنيس في التذاكر. حاط 2 مليون سنتيم وباغي منصب في المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، ينزلوا سومة انخراط باش تكون مشاركة قوية وانخراط العديد من الرجاويين، يرفعوا السومة إلى 50 مليون سنتيم للقطيع عام واحد صنف واحد الصنف من المنخرطين، نخجل من تصريحاتهم وكذا من تواجدهم في برلمان المنخرطين. التوقيع خالد، تحية السي خالد الفراجة. فكنشكرك على هذا المنشور، بحال هذه النوعية من المنشورات إن شاء الله نبقى دائما هكا ندوي عليهم في اللايف ديالي، لأنه ما عمر شي واحد دارها سين ناسيك راه غادي يديرها، لانه هاد النوعيه من الرجويين كيرفعوا الهامه ديال الرجا، كيرفعوا من القيمه ديال الرجا. فوالا دونك تنظن وقيلا هو الخد، تنظن غادي نشوف شكون عاوتاني عندنا. تنظن باقي شي واحد قبل، باقي شي واحد هو الخد، هو هذا غتشوفوا معايا هذا لو سيت انفو، سمعوا واش كيقولوا علينا. هادو هما الناس اللي بشرونا بسميتو بالمرشح الجديد اللي غادي يزاحم البدراوي على رئاسه الدرجه. لو سيت انفو شنو كيقول لنا؟ تيقول اكد بن محمود ان الامير السعودي يكن حبا لفريق الرجاء، بل من المعجبين بفريق الرجاء، ويتابع مجموعه من مباريات الفريق سواء القاريه او المحليه. بالله عليكم انا كنطرح سؤال على جميع الرجاويين، قولي واش عمركم سمعتوا شي محب سعودي كيتبع الرجا والماتشات ديال الرجا كاملين؟ واحد اللي سمعتو انا سعودي وتيقولها في استوديو ديال بين، هو واحد السعودي راه قصيور معروف مع قلتها سميتو، كان خرج وقال بالعلالي قال انا محب للرجا، وهو محب، هو محب ديال جوج فرق، قال انا محب ديال النصر السعودي، في السعوديه كنشجع النصر السعودي، ومن غير النصر السعودي كنشجع الرجاء البيضاوي. هذا هو الوحيد، ولكن ما عمرنا سمعناه قال بانه غادي يخرج وبغى يشد الرجا او اللي عنده الامكانيه باش يشد الرجاء. هو انسان سعودي عادي، ما تنظنش انه ملياردير كاع. اذا منين خرج هذا السعودي وكيفاش تولد عنده الحب ديال الرجاء؟ امتى ولا كيبغي الرجاء؟ وامتى ولا كيوصل له واصله به الدرجه ذاك الحب المتيم، ولا باغي كاع يخسر على الرجاء واحد 3 مليار 4 5 مليار؟ اذا هاد الناس مع الاسف يعتقدون ان جمهور، انا شوف جمهور الرجاء هو اللي قاد التغيير، دابا هو اللي يجيب التغيير.
نهضر بزاف عليكم باش يمكن لكم تلعبوا على جماهير النجا وانكم تجيو. ف تيقول لك اشنو سميتو، كيقول لك واكد ابن محمود بعدا واحد القضيه باش نرجع لهاد ابن محمود. هذا ابن محمود هو ما كاينش، وما كاينش واحد يعني وكيل اعمال اسمه ابن محمود، ما كاينش. كاين ابن محمود ديالنا يعني مسؤول تقني عنده مسؤول، اما كوكيل اعمال ما كاينش هذا ابن محمود، راه يخرجوا حطوا. وهذا راه امتداد لداكشي اللي قلت من قبل، راه كاين الناس اللي هما خدامين من خارج الوازيز كيدكدكو، وكاين الناس اللي هما من الوازيز هما من بعض المنخرطين كيدكدكو كيصلوا كينشروا اشاعات انه بحال واحد راه خرج واحد 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 الخبر على واحد اسمه الود غيري، ودار معاه الصوره تاع ابو دريق انه الود غيري راه باغي تا هو يشد الدراجه ولاو كيبانوا. دابا ما بقاش، دابا ما بقاش الهضره على داكشي اللي كان كيقول غنام. كنت كنقولوا غنام تيقول لك خلاها الله يرحم الله يذكره بخير السي غنام، راه قال لك غادي واحد الوقت نقلبوا على رئيس ما نلقاوش. ياك هذا الشيء اللي كنت هذو الكلام اللي كنت كتبيعوا لينا من 2014، ما كاينش رئيس. دابا سبحان الله دابا ولاو ماشي غير رئيس كاينين، ولاو دي ملياردير كيتخاطبوا على الله باش يشدوها. سبحان مبدل الاحوال، سبحان من خلقكم. قال لك سيدي اكد ابن محمود ان نيته الاولى هو جلب مستثمرين. هذا سي ابن محمود وكيل اعمال ولا غيجيبنا مستثمرين اجانب لتدبير الفرق المغربيه، ولا كيدوا على الفرق المغربيه كواديهم راه عطاهم الله فوت عليك غير الراجل. خاصه ان المغرب يعدون بين افضل الدول تكوين اللاعبين، لكن شح المال ينعكس. الله شوف واحد القضيه كاين ركاكه، انا قاري العربيه مزيان، شاد ما قال هذا فيه ركاكه، هذا اللي كاتبه راه والله الا عيان في العربيه، ما كيعرفش يركب الجمل، ما كيعرفش كيفاش يدير واحد لو تيسو ديك التغريزه كيف كنا نهضر مغرزه مخيطه، ما كيعرفش يغرز الجمل باش يكون مقنع، باش يدخل لك شويه الشك تقول واقيلا هذا السيد يقول لك عنده الحق. فهمتي راه هذه راه معطيه لواحد الناس، هذا السيد راه ما معطياش، السيد هذا كيباكري في العراق راه كلامه غير مقنع بتاتا ومورق كما كيقولوا بالدارجه مورق. واوضح ياك سيدي واوضح محمود ان الامير السعودي راى بان الرجاء الاولى بالتربع على عرش الكره الافريقيه، وبدير غضبه من تراجع نتائج الفريق في الاونه الاخيره. عشان ما قالهاش من قبل كنعاود نقولها، بخصوص غياب شرط ضروري في الامير السعودي والذي له ارتباط بالانخراط، اكد من محمود ان لكل مشكل حل، وقضيه الانخراط لن تمنع الامير من دعمه لفريقه المفضل. سبحان الله ولا فريق مفضل. وسيدي كنشكركم، خليو لنا غلب ضلاوي ما عندنا ما نديرو بهاد الاميه ديالكم، خليو عندكم. الوغ غنشوف جو كوا انه هاد الشيء اللي كاين، فوالا حنا وصلنا دابا للنهايه، وصلنا للنهايه فوالا. دونك غادي نرجعو اللايف ديالنا. إذن اخوان تنظن انه بقات غير ربع ساعه على الفينال، فتحياتي لكم، كنشكركم على التتبع ديالكم، مرحبا بكم في مره اخرى ان شاء الله في لايف مقبل. عاوتاني غتكون عندي واحد المجموعه ديما، كل لايف غتكون في واحد المجموعه ديال اشقال الفيسبوك، وغناخذ منشورات وغادي ناخذ بعض المرات نقدر الا كانت اذا كان ممكن نقدر ناخذ فيديو كاع، اذا كان شي فيديو خاص بطبيعه الحال باش نتفادى الحقوق الملكيه، شي فيديو خاص اللي فيه شي حاجه اللي هي مهمه وتفضلت فيه الرجاويين نجيبو ونحطو، لانه الرجاويون او جمهور الرجاوي اصبح له مكانه عاليه ومكانه كبيره ك يعني ك ك ك كصوت يعني اصبح مسموعا في الاوساط الرجاويه. تحيه لجميع الرجاويين اللي تبعوني، كنشكركم على هذا على المشاركه ديالكم. الى موعدنا في لايف قادم دمتم بخير، الى اللقاء، شكرا لكم.